دائما دائما في الصيف يقل السمك يرتفع السعر، في الحر يخلي كامل السمك قليل من هاللون المعروض يرتفع السعر، بعدين يحجون يقول لك الهامور غالي الشعري غالي لازم يغلى. شحت المعروض وايد، سمك بحريني قليل كلش، هذه الموسم الحين وايد قليل. الجو حار والسمكة في الحرارة دائما تروح البحر، والبحر القزير أبرد، في الشتاء تجي السمكة، يعني الجو زين لها. وهي سنويا يعني البحرين سنويا هاي المعتاد عليه، في الصيف وفي الشتاء كلش، في الصيف الحر وايد وفي الشتاء شوي بارد وايد ما يروحون هذول. يغلى السمك معروف، ولكن السنة مثل كل سنة يعني قليل السمك لأن الناس ما تروح حار.